نواصل في الصفحات كتاب الإنجليزية. نواصل الآن مع الصفحة رقم 11. نتكلم حول الصفحة 11 قليلا. بخي سيكونس قبل المقطع Now we have English. الآن لدينا إنجليزية. Now عود معايا. Pre sequence. Now we have English. الآن لدينا إنجليزية. بالنسبة للصفحة تاع الكتاب، الصفحة تاع الكتاب 11 هي 11. حاب نتكلم على كلمة بخي. في اللغة الفرنسية موجودة بخي، كاين الفيكس وكاين البريفيكس وكاين السوفيكس. مد أمثلة، مثلا الضرس والضاحك، الأسنان تاع الفم عندهم أسنان، كاين الأضراس وكاين الضواحك. الضرس مولاغ، الضاحك بخي مولاغ قبل الضرس. مثلا في الغسول شامبوان، كاين بخي شامبوان، كاين شامبوان وكاين بخي شامبوان، ولا يسموه افون شامبوان، وتلقاوها مكتوبه في القرعه. حوس في القرعه تلقاها مكتوبه افون شامبوان، معناتها بخي شامبوان، ولا مكتوبها ابخي شامبوان. إذن البخي هو بريفيكس، معناتها افون ولا دوفون، قبل ولا امام. كلمه بريفيكس في نفسها هي مستخدمه كلمه، معناتها كاين الفيكس وكاين البريفيكس. اذا لي بريفيكس ايت ان اليمون بلاسي او دوبي دان مون بور فورمي ان اوتر مون. قبل الثابت هو عنصر من الكلام يقع في أول الكلمة ليكون كلمة أخرى. بخيفيكس هذا مثال، أصلا هو في نفسه مثال. بخيفيكس بخي نو، كاين النو وكاين بخي نو، كاين الاسم وكاين قبل الاسم، الاسم العائلي. إذا كاين الثابت، كاين الثابت اللي هو الفيكس، كاين البخيفيكس وكاين السوفيكس. السوفيكس كاين كذلك معروفة في كما هذا بطل الأرسام سليماني محمد هواري، بطل جزائري. كان حاجة اسمها بخي ووك أوت، قبل ممارسة الرياضة يأكلون ما كأكل معينا، فواكه وما إلى ذلك، لكي يكون ذا فائدة على التدريبات اللي عندهم. هذا ما أردت قوله في الصفحة 11. الصفحة 11 هذا ما أردت قوله. انتهت الصفحة 11.